هل إيران لها مثل هذه الأدوات المسلحة الكبيرة عن طريق ميليشيات كميليشيات فاطميون أو زينبيون أو غير ذلك مثل هذه الميليشيات التي تنشط في العراق وسوريا أو هي استدعتها للنشاط في العراق وسوريا؟ هل هناك ميليشيات داخل أفغانستان بشكل أو بآخر تابعة لإيران؟ كانت هناك مخاوف كبيرة عن وجود مثل هذه الميليشيات التي قد تم تدريبهم في خصوصا في سوريا. تم تجنيد عشرات الآلاف من أبناء الطائفة الشيعية في أفغانستان، وتم نقلهم إلى سوريا والعراق لتدريبهم واستخدامهم في القتال هناك خصوصا في سوريا. وكانت هناك مخاوف حقيقية عند السياسيون وغير السياسيون من الأفغان أن يتم استخدام هذه الميليشيات بعد عودتهم إلى أفغانستان لأنجازات إيرانية في المنطقة، وهذه المخاوف كانت موجودة، ولكن تبددت هذه المخاوف ورفعت بعد سيطرة طالبان، لأن طالبان قد تعاملوا بكل حزم وحسم مع هذه الميليشيات سواء كانت شيعية أو سنية أو من أي قومية كانت هذه الميليشيات، تعاملت بكل حزم وحسم وطويت صفحة هذه الميليشيات. لكن لا ننكر أن هذه ما زالت موجودة على قائمة أجندات إيرانية، أنها تريد أن تحافظ على يعني نوعا ما تريد تحافظ على وجود هذه الميليشيات حتى يتم استخدامهم، خصوصا أن المناطق التي تسكنها الشيعة في أفغانستان هي مناطق مركزية في أفغانستان ومناطق جبلية ووعرة، ويعني إذا سيطرت مجموعة من هذه الميليشيات على هذه المناطق من الصعب جدا للحكومة المركزية أن تسيطر مرة أخرى على هذه المناطق. لذلك رأينا أن الطالبان قد حسموا قضية السيطرة على هذه المناطق المركزية الجبلية الوعرة وصعب الوصول إليها في بدايات سيطرتهم على المدن الأفغانية حتى قبل السيطرة على العاصمة كابول. فأنا ما أعتقد أن هذه الأجندات ما زالت موجودة، وبعض الأحيان نرى ونشاهد ونعلم أنه يتم استغلال مثل هذه الأحداث كالذي حدث كالتفجير الذي حدث في مركز تعليمي كلهم من الشيعة، قتل طالبات وطلاب كثيرون من الفتيات والشبان الصغار كلهم قتلوا في هذا التفجير الآثم وهذا التفجير الإجرامي الذي حصل. لكن يتم استغلال مثل هذه الأحداث لإيثار الفتن الطائفية ولإعطاء نوع من الحس بالمظلومية للأقلية الشيعية في أفغانستان، ويستغل هذا الحس في إيجاد صف مناهض للسنة الأكثرية السنة التي تحكم حاليا في أفغانستان.